أهلا بكم إلى نشرة المنتصف من يمن شباب. مرحبا مروان. مرحبا هشام. مرحبا بكم مشاهدين الكرام، ونبدأ النشرة بأبرز ما فيها. المبعوث الأممي إلى اليمن يصل صنعاء لمرافقة وفد الحوثيين إلى السويد للمشاركة في المشاورات. الشرعية والتحالف يوافقان على نقل جرح الحوثيين إلى مسقط، والسعودية تؤكد رفضها استغلال الوضع الإنساني في اليمن لأغراض سياسية أو عسكرية. الجيش يصد أكبر محاولة تسلل للميليشيا في الملاجم بالبيضاء، ويستكمل السيطرة على جبل الإزهور برازح صعدة. السلام عليكم. وصل مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث إلى صنعاء اليوم الاثنين لمرافقة مفاوضي ميليشيا الحوثي إلى السويد، حيث من المقرر أن يشاركوا في محادثات سلام ترعاها الأمم المتحدة. وقال مصدر حكومي إن المحادثات قد تبدأ يوم الأربعاء، بعد أن قام مبعوث الأمم المتحدة الخاص اليمن مارتن جريفيث بزيارة مكوكية بين الطرفين بهدف تلافي ما حدث في الجولة السابقة التي انهارت في سبتمبر بعد غياب ميليشيا الحوثي. وتشير المصادر إلى أن أجندة المشاورات المرتقبة تتمحور في إجراءات بناء الثقة، وتركز على الملف الإنساني والحقوقي، بالإضافة للجانب الاقتصادي والملف العسكري. أعلن التحالف العربي اليوم الاثنين بدأ إجراءات إخلاء 50 جريحة من مسلحي الحوثيين بناء على وساطة أممية. ووفقا لبيان نقلته وكالة الأنباء السعودية واس، أوضح المتحدث باسم قوات التحالف تركي المالكي أنهم تلقوا طلبا من المبعوث الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث بتسهيل إجراءات إخلاء 50 من جرحى ميليشيا الحوثي المسلحة إلى مسقط. وأضاف المالكي أن طائرة أممية ستصل الاثنين إلى مطار صنعاء إخلاء الجرحى، يرافقهم 50 مرافقا وثلاثة أطباء يمنيين وطبيب يتبع الأمم المتحدة من صنعاء إلى مسقط بعد استكمال كافة الإجراءات والتنسيقات الخاصة بذلك. وكان المبعوث الأممي قد تعهد قبل أكثر من أسبوع بالتزام الأمم المتحدة بعقد جولة مشاورات بين أطراف النزاع الرئيسية في السويد أواخر العام الجاري، داعيا جميع الأطراف إلى الاستمرار بممارسة الضبط النفسي لإيجاد مناخ موات لعقدها. ومن المتوقع أن تنطلق المحادثات في السويد في السادس من شهر ديسمبر الحالي، إلا أن مصادر لوكالة رويترز رجحت أن تبدأ المحادثات يوم الأربعاء المقبل. ومن جهتها أعلنت طهران دعمها لمحادثات السلام اليمنية التي ترعاها الأمم المتحدة، وأنها على استعداد للمساعدة من أجل إيجاد حل سياسي. ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن وزارة الخارجية قولها في بيان: إيران ترحب بالمحادثات في السويد، وإنها على استعداد للمساعدة في المحادثات الدولية لإنهاء الأزمة، وتشدد على أهمية تسريع وتيرة تقديم المساعدات الإنسانية للشعب. في غضون هذا بحث وزير الخارجية خالد اليماني اليوم في الرياض مع المبعوث السويدي إلى اليمن بيتر سمني الترتيبات اللوجستية لجولة مشاورات السلام برعاية الأمم المتحدة والتي تستضيفها السويد خلال الأيام القليلة القادمة. وقدم المبعوث السويدي عرضا مفصلا عن الترتيبات التي تعدها بلاده لاحتضان جولة المشاورات، مؤكدا على موقف السويد الداعم للسلام في اليمن والمبني على مرجعيات الحل السياسي. من جهتها أكدت السعودية ودول تحالف دعم الشرعية رفضها أي استغلال للوضع الإنساني في اليمن لتحقيق أي مكاسب سياسية أو عسكرية أو أي أهداف أخرى. وطالب المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبد الله بن عبد العزيز الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بوضع حد للانتهاكات الحوثية تجاه المساعدات الإنسانية، بما في ذلك مراقبة موارد ميناء الحديدة وضمان وصولها لصالح الشعب اليمني من خلال البنك المركزي في عدن. جاء هذا خلال مؤتمر صحفي مشترك له بمقر المركزي في الرياض مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك.
وأعرب المسؤول السعودي عن أمله في أن تقوم الأمم المتحدة بالتعاون مع مركز الملك سلمان والمؤسسات العلمية الحيادية المختصة بدراسة الاحتياج الإنساني في اليمن وفق المعايير العلمية المتعارف عليها دون أي تأثير أو تسييس. ودعت السعودية منظمات الأمم المتحدة إلى سرعة تنفيذ المشاريع المطروحة في خطة الاستجابة الإنسانية باليمن للعام الجاري والممولة منها ومن الإمارات والكويت. وقال المستشار بالديوان الملكي السعودي أن نسبة التنفيذ للخطة الإنسانية ما زالت متدنية، متطلعا إلى أن تطلع جميع المنظمات الدولية والمحلية بدورها في تحري الوصول إلى كل يمني محتاج ومنع انتهاك واستغلال تلك المساعدات من قبل الميليشيا الحوثية. صد الجيش الوطني هجوما لميليشيا الحوثي الانقلابية حاولت من خلاله استعادة مواقع خسرتها شرقي محافظة البيضاء. وقال مصدر ميداني إن قوات من الجيش والأمن الخاصة تمكنت فجر اليوم الاثنين من دحر وكسر أكبر محاولة تسلل للميليشيا الحوثية باتجاه المواقع المحررة في جبهة الملاجم. وأضاف المصدر أن الميليشيا حاولت من خلال عملية التسلل استعادة المواقع التي خسرتها أمس الأول وسحب جثث القيادات من قتلها. وتمكن الجيش الوطني من فرض سيطرته على مواقع استراتيجية في سلسلة جبال الكبار. وأشار المصدر إلى أن المجاميع الانتحارية المهاجمة تكبدت خسائر جسيمة في الأرواح وجثث قتلاها تمتلئ بها الشعاب والتباب والسوائل وسط فرار الآخرين. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الناطق الرسمي باسم محور وجبهات البيضاء المقدم محمد العواضي. أهلا بك سيادة المقدم، هناك هجوم حوثي كبير في الملاجم، كيف تم كسره؟ حياكم الله وحيا المشاهدين. نعم أختي العزيزة، في محافظة البيضاء حاولت الميليشيات الحوثية ليلة البارحة الهجوم قامت بهجوم عنيف على المواقع التي كانت قد خسرتها في اليومين الماضيين، ومن اجل استعادتها ونشر جثثها المرميه في المديان والقفار. الجيش الوطني قام بعمليه نوعيه قبل يومين في جبهه ناطق بقياده اللواء ناصر الخضر السوادي وقياده اللواء مفرح بحيبح. تمت السيطرة على عدة مواقع استراتيجية والسيطرة على الجزء الكبير من سلسلة جبال الكبار. وفي جبهة ثانية شن الجيش الوطني بألويته العسكرية المتواجدة هناك وبإسناد قوات الأمن الخاصة هجوما عنيفا على الميليشيات الحوثية، تمكن خلالها الأبطال من تحرير عدة مواقع وتكبيد العدو خسائر في العتاد والأرواح. وفي ليلة البارحة شن العدو هجوما معاكسا هو الأعنف، لكنه تلقوا ضربة قوية من قبل أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال الأمن البواسل. الجيش الوطني على تقوم محافظة البيضاء يقوم بحرب قوية وعظيمة وعملية نوعية لتحرير المحافظة والوصول إلى مفرق عفار، وهو المفرق الذي بوصوله نستطيع أن نحرر بردا وسلام 11 مديرية. ويتوجه الجيش الوطني بعدها إلى مديريات رداع ومن ثم إلى ذمار وتحرير البلاد اليمنية من هذه الميليشيات الكهنوتية. أختي العزيزة، المشاهد اليوم في محافظة البيضاء أن أهل البيضاء من قبائل ومواطنون وأحزاب سياسية وجيش وأمن في فوضى عارمة ضد هذه الميليشيات. الميليشيات الحوثية مستميتة في بقائها في هذه المحافظة، كون محافظة البيضاء تمتد منفذ لثمان محافظات يمنية، والحوثي وميليشياته يحاول السيطرة والتمكن في هذه المحافظة. يقومون بجرائم بشعة، قبل اسبوع او اقل من اسبوع هجم الحوثيون على 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 منزل مواطن مقترب بالسعوديه هو اهله، ونهبوا ما في بيته من سيارات واثاث وقاموا بعمل تعسف بدعوى انهم سيطروا على معسكر وسكنه عسكريه تدعى للقاعده كما يسمون ذلك.
وهذا كله يدل دلالة واضحة على الجرائم التي ترتكبها الميليشيات الحوثية. الكل يتقدم، الكل يسعى نحو تحرير هذه المحافظة. نعم سيادة المقدم، عطفا على ما ذكرت من الانتصارات التي حققها الجيش الوطني، هل استعاد الحوثيون بعض المواقع خلال هذا الهجوم في الملاجم؟ عفوا، لم يستطع الحوثي ان يستعيد ولا موقع واحد، وهذا ليس من باب الاستهلاك الاعلامي او من باب رفع المعنويات، لكنني اقول ذلك من واقع مشاهد ومن واقع يلاحظ امام العين، بان العدو ما خسره لا يستطيع ان يسترده نهائيا، والجيش في حاله تقدم وفي حاله نشوه كبيره لتحرير ما تبقى تحت سلطه هذه الميليشيات. اما ان الميليشيات الحوثيه تستطيع ان تعيد اي باب او اي مواقع تستحوذ عليها من قبل الجيش الوطني فهو لن يستطع، لا في الليله البارحه. نعم نشكرك جزيل الشكر سيادة المقدم محمد العواضي الناطق الرسمي باسم محور وجبهات البيضاء، كنت معنا عبر الهاتف. أعلن الجيش الوطني استكماله تحرير منطقة رازح الاستراتيجية في مديرية رازح غرب محافظة صعدة عقب معارك ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية استمرت لأكثر من 3 أسابيع. معارك مستمرة في أعلى القمم الشاهقة في مديرية رازح الحدودية شمال غرب صعدة. الجيش يسعى للسيطرة على آل علي وبني معين في طريقه نحو مركز المديرية كثيفة السكان. هجوم حوثي شنته الميليشيا على مواقع الجيش في سلاسل جبال الأزهور في محاولة منها لاستعادة مواقع خسرتها استمر 4 ساعات، تصدت له قوات الجيش بالمنطقة وأجبرت الميليشيات على التراجع إلى بني معين. معارك جبال الأزهور حسمت بعد 3 أسابيع من اشتعالها بتحرير كل القرى والتباب والسفوح ونزع مئات الألغام المموهة لتدخل المعارك في المديرية مرحلة جديدة. ويتوقع مراقبون وسكان من رازح أن المعارك المقبلة ستشهد تحرير المناطق الفاصلة بين مركز المديرية على بعد 5 كيلومترات وبين قوات الجيش. رازح التي عانت من الميليشيات أكثر من أي مديرية أخرى وشهدت أكبر نزوح سكاني لأكبر كتلة بشرية في صعدة، تنتظر بفارغ الصبر تحرير المديرية من الميليشيا الكهنوتية التي تتعامل مع المديرية بعنصرية وطبقية مقيتة وسلالية كهنوتية انتقاما من موقف معظم السكان الرافض لحكم الإمامة. طيران التحالف العربي شارك بمعارك التحرير برازح بضربات وغارات الطائرات المقاتلة وطيران الأباتشي، وقصف إمدادات الميليشيا وكبدها خسائر فادحة. أفشلت مجاميع مسلحة تابعة للواء 35 مدرع تنفيذ اتفاق رفع حواجز التفتيش المستحدثة على الطريق الرابط بين مدينتي تعز وعدن مرورا بمدينة التربة جنوب محافظة تعز. وأوضح مصدر أمني أن القوة الأمنية المكلفة بتطبيق اتفاق رفع النقاط المستحدثة تسلمت نقطة واحدة من اللواء 35 و3 نقاط عسكرية من اللواء 17 مشاة. وبحسب المصدر فإن قوات من الأمن الخاصة والشرطة العسكرية تسلمت مهام تأمين نقاط مدرسة خالد ومفرق جبل حبشي ونقطة الكريمي أسفل منطقة نجد قسيم من قوات اللواء 17 مشاة بعد إخلاء المواقع بشكل كامل، فيما سلم اللواء 35 نقطة واحدة مدخل مدينة التربة لقوات الأمن الخاصة، كما تم رفع نقاط الصافية والكدم والرون الشرجبي ومفرق يفرس إلى جانب الطريق بكافة عتادية. وقال المصدر الأمني إن نقطتي السمسرة والبيرين التي ارتكبت العديد من الانتهاكات وكان آخرها تصفية أحد أفراد الجيش الوطني العائدين من جبهة الساحل الأسبوع الماضي رفضتا توجيهات التسليم وعززت من تمركزها حول النقطة. وأفاد المصدر أن قيادات تعز الأمنية والعسكرية كانت قد اتفقت السبت الماضي وفي اجتماع بالعاصمة المؤقتة عدن على عدة قضايا من بينها إقرار آلية تنفيذية لاتفاق الخيامي المبرم الشهر الماضي. وتعهدت القيادات العسكرية بتسليم جميع النقاط العسكرية من مدخل مدينة التربة إلى منطقة نجد قسيم لقوات الأمن الخاصة والأمن العام، وتسليم النقاط العسكرية من الضباب إلى مدينة تعز لقوات الشرطة العسكرية.
وللحديث أكثر عن عملية التسليم ينضم معنا العقيد عبد الباسط البحر، نائب ركن التوجيه المعنوي بمحور تعز. أهلا وسهلا بك سيادة العقيد، هل تم استلام كافة النقاط العسكرية في خط تعز التربة؟ حياك الله أخي الكريم وحيا الله السادة المشاهدين جميعا. الحقيقة معظم النقاط المطلوب تسليمها تم تسليمها إما لقوات الأمن الخاصة أو للشرطة العسكرية، وهناك تفاعل كبير وتجاوب كبير. طبعا نحن نتحدث عن النقاط الرسمية المقررة من قبل اللجنة الأمنية. أما بالنسبة هذه التي سيتم تسليمها، أما بالنسبة للنقاط العشوائية أو المستحدثة أو الخارجة عن خطة اللجنة الأمنية ولا تدعو الضرورة العسكرية والأمنية لوجودها، فقد التزمت الألوية العسكرية جميعا برفع هذه النقاط المستحدثة كلا في نطاق اختصاصه وفي مسرح عملياته. وهناك يعني يجري العمل على هذا، على رفع النقاط، وتم رفع معظم النقاط وسيتم رفع النقاط المتبقية خلال الساعات والأيام القادمة. نعم، يعني سمعنا بأن نقطتي السمسرة والبيرين يعني رفضتا تسليم هذه النقاط، ما سبب عدم التسليم؟ ذكرت لك أن هناك يعني بالنسبة للنقاط الغير قانونية أو الغير واردة في محضر اللجنة الأمنية سيتم رفعها من قبل الألوية العسكرية التابعة له، وهناك التزام من قادة الألوية العسكرية برفع هذه النقاط كلا في نطاق اختصاصه، سواء في اللواء 117 أو اللواء 35 أو اللواء الرابع أو غيرها من الألوية العسكرية، سيتم رفعها من قبل الألوية العسكرية التابعة له. نعم، يعني كأنك توضح لنا الخبر بأنه لم يكن هنالك يعني عدم موافقة في الرفع. أنا أوضح أن قادة الألوية التزموا. نعم. لا أعرف النقاط موقف النقاط المستحدثة أو القائمين على هذه النقاط العشوائية، لكن بالنسبة لقادة الألوية أعرف موقفهم بوضوح. قادة الألوية العسكرية جميعا التابعة لمحور تعز التزموا برفع كل النقاط الأمنية والعسكرية والاستحداثات والعشوائية والخارج إطار اللجنة القانونية، أن كل لواء في نطاقه في نطاق مسؤوليته سيقوم برفع هذه النقاط التابعة له. نعم. هذا التزام واضح وعهد واضح وأمر واضح من قيادة المحور ومن اللجنة الأمنية والتزام القادة بالتنفيذ كل في نطاقه. طيب. وهو ما سيتم تنفيذه خلال الساعات والأيام القادمة. طيب جميل. في ملف آخر، أين وصلت جهود المدعي العام في التحقيق في عدة يعني أو في عدد من القضايا العسكرية؟ المدعي العام يقوم بعمله ليلا ونهارا، لا يكل ولا يمل من لحظة وصوله حتى الآن، لكن الحقيقة هناك عدد من الملفات، وأيضا بالإضافة إلى القضايا التي كان قد كلف بها مسبقا أيضا تم استلام ملفات جديدة في قضايا أخرى، حضر بعض المدعين ببعض الانتهاكات وبعض المخالفات في التي أطرافها عسكريين أو أمنيين، سواء أفراد أو ضباط أو قادة أو فصائل مسلحة، وبالتالي سيتم استدعاء المعنيين والتحقيق في هذه القضايا. نعم. وأخذ الإثباتات وجمع الاستدلالات والبت فيها ورفعها أيضا إلى المستوى الأعلى. نعم. أعتقد أن المهمة ستطول قليلا يعني حسب ما كان مقترح، لأنه هناك لاحظنا اليوم هناك عدد كبير من الملفات ما زال يشتغل عليها المدعي العام، لكنه ينجز بكل يوم ينجز بعض القضايا التي على طاولة مكتبه. نعم، كل الشكر لك نائب ركن التوجيه المعنوي بمحور تعز العقيد عبد الباسط البحر. نفذ عدد من الناشطين والحقوقيين وأقارب الشهيد صدام محمد صدام وقفة احتجاجية صباح اليوم بمدينة تعز للمطالبة بإلقاء القبض على قتلة الشهيد صدام ومحاكمتهم. واتهم المحتجون عناصر من كتائب أبي العباس بتصفية الشهيد صدام ونهب سلاحه في إحدى النقاط التابعة للكتائب بمنطقة البيرين جنوب تعز، ونهب سلاحه الشخصي أثناء عودته من جبهة الساحل الغربي.
ودعا المحتجون محافظة تعز واللجنة الأمنية وقيادة المحور إلى تحمل مسؤولياتهم والقيام بدورهم في إلقاء القبض على الجنات وسرعة تقديمهم للعدالة. وهدد المحتجون بالتصعيد في حال لم يتم التجاوب مع مطالبهم وتسليم الجنات للمحاكمة. وشيع المئات من أبناء تعز يوم الجمعة الماضية جثمان الشهيد صدام محمد صدام الجندي في اللواء 17 مشاة. في تعز أيضا نفذت عدة نسوة من أقارب القتيل مالك اليعقوبي في مدينة التربة وقفة احتجاجية للمطالبة بإلقاء القبض على القيادي في كتائب أبي العباس عادل العزي. واتهمت النسوة المشاركات بالوقفة عادل العزي بالوقوف وراء جريمة اختطاف وإعدام المواطن مالك اليعقوبي قبل عام. واستنكرت الوقفة في بيان لها عجز الجهات الرسمية والأجهزة القضائية عن القيام بواجبها تجاه الجريمة ومرتكبيها. وطالب البيان محافظ تعز وقيادة المؤسستين العسكرية والأمنية والنيابية بتحمل مسؤولياتهم القانونية. كما طالب المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والقوى السياسية بالقيام بدورها تجاه تلك الجريمة وغيرها من الجرائم المماثلة. توغل ساسة النهب الحوثية المنظمة في جرائمها بحق مختلف العمال والتجار وأصحاب المحلات التجارية والمطاعم والباعة المتجولين وغيرهم وازدادت ضراوة منذ أيام. وأصبح قادة ومشرفو الميليشيا يتنافسون على الاستحواذ على أكبر قدر من فرص نهب الناس. التقرير التالي يسلط الضوء على تصاعد جرائم النهب وتنافس المشرفين الحوثيين. يزداد التنافس حدة بين القيادات الحوثية السلالية داخل العاصمة صنعاء مربعات جغرافية، وارتفعت هستيريا الاستحواذ على القطاعات الإيرادية وجميعها تلتزم بسياسات حوثية منظمة لنهب وسلب المواطنين وتدمير الاقتصاد الوطني ودعم الاقتصاد الموازي الخاص بالجماعة. تصاعد مستوى النهب الحوثي امتد من الشركات النفطية والتجارية والجمارك إلى مضاعفة نهب وسلب العمال وأصحاب المحلات الصغيرة والباعة المتجولين وأصحاب المطاعم والصيدليات وورش الحديد ومحلات الملابس والبهارات والإلكترونيات في إطار حملة نهب شاملة يقع على رأسها محمد علي الحوثي وعبد الكريم الحوثي وأبو علي الحاكم والناطق باسم الجماعة محمد عبد السلام وشخصيات بارزة من بيوت المتوكل والشامي والوزير وشرف الدين وبيت العماد. حملة حملت عناوين ومسميات مختلفة ومتعددة، والنهب واحد والجماعة الناهبة واحدة، وإن تعددت رؤوس قياداتها التي تقود عملية السلب وتفرض الجبايات وتأخذ مبالغ مالية كبيرة بكل الطرق والأساليب ومنها الإكراه والإجبار، والهدف من ذلك بناء رأس مال خاص بالحوثيين السلاليين فضلا عن تمويل حروب الجماعة ضد اليمنيين. وإلى جانب مبررات ما يسمى بالمجهود الحربي، تتوجه القيادات والمشرفين الحوثيين إلى أصحاب المحلات التجارية والمطاعم والباعة المتجولين لإرغامهم على دفع مبالغ مالية كبيرة من خلال تلفيق اتهامات لهم وافتعال مشاكل يومية، ومن ثم اختطافهم لفترة زمنية محددة وابتزازهم داخل السجن وإجبارهم على الدفع. وعلى الرغم من التزام القيادات الحوثية بسياسة النهب المنظمة ومرجعيتها القيادية المرتبطة مباشرة بمحمد علي الحوثي المرتبط هو الآخر برأس الجماعة عبد الملك الحوثي، إلا أن ذلك لم يمنع من تصاعد التنافس والصراع بين القيادات والمشرفين على المبالغ المالية الكبيرة التي حصلوا عليها من خلال فرضها على المواطنين والتجار، إذ يحاول كل مشرف الاستحواذ على مربع أكبر وعلى محلات تجارية أكثر، وكلما كان المشرف ينتمي إلى الهاشمية ينتزع لنفسه النصيب الأكبر من الحصول على عوائد النهب والسلب.
استهدف انفجار بعبوة ناسفة صباح اليوم مدرعة تابعة للحزام الأمني المدعوم من الإمارات بمحافظة أبين دون وقوع إصابات. وقالت مصادر محلية إن عبوة ناسفة زرعت بجانب الطريق العام انفجرت أثناء مرور مدرعة تابعة لقوات الحزام الأمني، ما أدى إلى إعطاب المدرعة الوحيدة التي يملكها الحزام بمديرية المحفظ دون إصابات. هذا ولقي عدد من عناصر وقيادات الحزام الأمني حتفهم في اشتباكات مع مسلحين قبليين بمديرية المحفظ والمديريات الأخرى بمحافظة أبين في حوادث متفرقة خلال الأشهر الماضية من العام الجاري. عقدت في أعالي جبال مديرية صبر الموادم بمحافظة تعز جلسة استماع للنساء من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، والتي هدفت إلى تحليل بيئة الانتهاكات التي طالت النساء أثناء النزاع المسلح والتعرف على منهجيات الأضرار التي مورست بحق النسوة بسبب أوضاعهن الاجتماعية والاقتصادية. وفي جلسة الاستماع التي أدارتها عضو اللجنة الوطنية إشراق المقطري وراصدو اللجنة بمحافظة تعز وحضر ظهرها العشرات من نساء منطقة الشقب، حيث قدمت النساء ضحايا القصف وانفجار الألغام والحصار والاعتداءات الجسدية وتفجير المنازل توضيحات تفصيلية عن تأثير الحرب على حياة النساء وسلامتهن الجسدية وكرامتهن وانتشار الأمراض النفسية والخوف. وجاءت هذه الانتهاكات نتيجة الاستهداف اليومي للمنازل والقرى والطرقات وتعقيدات الحياة اليومية للنسوة وعدم قدرتهن على العمل في مزارع القات أو الحركة والتنقل بسهولة وخسارة أراضيهن وممتلكاتهن. وأكدت 32 امرأة من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان استمعت لهن اللجنة أنه لا يمكن وصف الحياة التي تمر بها نساء المنطقة منذ 4 سنوات، حيث فقدنا خلالها الحق في الأمان والأمومة والأسرة. يحظى محافظ شبوة الجديد محمد صالح عديوب بشعبية واسعة بين أبناء المحافظة تجسدت في طريقة استقباله، لكن هذه الشعبية تضع على عاتق المحافظ مسؤولية وحملا استثنائيا. لنتابع. بهذه الطريقة استقبلت شبوة بكل أطيافها محافظها الجديد، ليس لأنه كان قادما من أرض غربة، بل لأنها ترى فيه الأمل الذي طال انتظاره. فبعد أن نخرها الفساد من كل جانب وتردى فيها قطاع الخدمات إلى الحضيض، بعث لها الأمل مجددا، لعل ثغرة للنور والبناء والتنمية تكون على يد هذا الرجل. لكن ذلك لن يتأتى إلا بالتفاف كهذا الالتفاف، عنوانه العريض شبوة وتنميتها وأمنها ليس غير، كذلك قال المحافظ. أتينا ليشارك الجميع معنا في صناعة التغيير، ونحن لا نوعد أحد بالمستحيلات، إحنا فقط نقوم على مرحلة بمعالجة الوضع السيء الإداري والمالي في المرحلة الأولى الذي هو موجود اليوم، الذي بسببه حرمنا من أشياء كثيرة. لا أعتقد أن آن الأوان أن نعطي السياسة إجازة مفتوحة لنصلح محافظتنا، وما أتى من خارج المحافظة قبلناه. وفي شبوة عرف عن المحافظ محمد عدي نزاهته وفطنته، وهما خصلتان تتعطش لهما المحافظة أيما عطش، لكن يبدو أن ذلك يلقي بمسؤولية ثقيلة على كاهل المحافظ نتيجة تراكم المشكلات المزمنة التي تفت عضد محافظة تعد من المحافظات الأكثر ثراء في البلاد. وفي مقابل ذلك توافر لهذا المحافظ ما لم يتوافر لسواه من تأييد وإجماع كل ألوان الطيف في المحافظة. ونرجو ونطلب من الجميع أن نتحد وأن يكون القاسم المشترك بيننا هو محافظة شبوة بكافة أطيافنا بكافة أحزابنا بكافة انحداراتنا المجتمعية. يجب أن نخدم هذه المحافظة التي عانت الكثير من الحرمان والكثير توجد فيها تراكمات كبيرة وهي بحاجة إلى جهود الجميع.
ويحمل محمد صالح دي مجموعة من المؤهلات في الإدارة والتخطيط والتنمية المستدامة وحل المشكلات، كما أن لديه خبرة كونتها سنوات العمل في المجلس المحلي الذي شغل عضويته في 2006 ثم رئاسة لجنة الخدمات في المجلس نفسه عام 2012، فوكيل أول للمحافظة بعدها بأربع سنوات، وكان بن عديو أحد قيادات المقاومة إلى جانب المحافظ الشهيد بهاج. عدنان المنصوري من محافظة شبوة لقناة يمن شباب. بمساعدة إيران أسقطت الإمامة الحوثية الدولة اليمنية وأسقطت معها السيادة، وفتحت الباب واسعا للتدخلات الخارجية التي تستند عليها الإمامة شمالا والسلطنات جنوبا في الذكرى 51 لعيد الاستقلال. الذكرى 51 للاستقلال وطرد آخر مستعمر بريطاني من عدن في 30 نوفمبر عام 1967 تحل على اليمن هذه المرة في ظرف بالغ التعقيد وواقع يجعل من الذكرى حلم يجب أن يتحقق ويعود. يتساءل اليمنيون في هذه المناسبة ويستذكرون كيف فشلوا في صون مكتسبات الثورتين المجيدتين سبتمبر وأكتوبر، وكيف استبيحت الأرض اليمنية وصارت مرتعا للأجندات والأطماع الخارجية، وكيف صار صوتهم وقرارهم خافتا لا يكاد يسمع حتى فيما بينهم. رغم مساهمة نظام صالح ودوره في التفريط في السيادة اليمنية وعرضه القرار اليمني للبيع في مزاد سوق النخاسة الدولي، إلا أن دور الإمامة كان أعظم وأكبر. فبعودة الإمامة الجديدة ممثلة في جماعة الحوثي الانقلابية فتح باب اليمن أمام جميع الأجندات والقوى الاستعمارية بدءا بإيران، وليس انتهاء بدول الإقليم ولا كبرى الدول التي تتحرش في الفترة الأخيرة باسم الأزمة الإنسانية طمعا في أن تظفر بموقع أو ميناء أو حقل نفطي. فتح الحوثيون الباب للجميع وعاودوا لعبتهم القديمة بالتخادم مع المستعمر البريطاني، لتتكرر المقولة الشهيرة: الإمامة تجلب الاستعمار والاستعمار يجلب التشطير. سيطرة الإمامة الحوثية على صنعاء وأجزاء من شمال الوطن يسيل لعاب البريطانيين ويحفزهم لإعادة سيطرتهم على عدن تحت أي يافطة بأجندات استعمارية. ذكرى الاستقلال حلت على اليمنيين هذه المرة ثقيلة استقبلوها وهم مجردين من قيامها ومكاسبها، مهددين بخطر التشطير وعودة الاستعمار. غير أنه في هذا الظلام الحالك هناك شموع انشغلت بصناعة الأمل وانتزاع المكاسب من على الثغور والجبهات، حيث يقاتل أبطال الجيش الوطني من أجل استعادة الشرعية والقرار والسيادة لليمن ودحر الأجندات والأطماع الخارجية الاستعمارية وبناء يمن اتحادي جديد. الرئيس عبد الرب منصور هادي وبمناسبة الذكرى 51 للاستقلال أطلع على اليمنيين في كلمة متلفزة أكد فيها أن الشعب الذي أسقط خرافة الإمامة في قوتها وهزم جحافل الاستعمار وهي في كامل عزها سيكسر الخرافة وسيصنع مستقبله الواعد في اليمن الاتحادي الجديد، يمن العدالة والمساواة والحرية والحكم الرشيد، يمن لا يقبل الاستبداد بمنطقة أو سلالة أو تحت أي مسمى وغطاء، يمن يسقى بدماء خيرة أبنائه لأجل ألا يكون فيه ظالم أو مظلوم. تطمينات من البنك المركزي باستقرار السعر الصرفي، فيما يتحدث محافظه عن ودائع بقيمة 3 مليارات دولار ستؤدي إذا التزمت الحكومة ببعض الشروط إلى استقرار العملة بشكل مستدام. اجتماع جديد للرباعية الدولية الاقتصادية بشأن اليمن عقدته في الرياض السعودية وأمريكا والإمارات وبريطانيا مع الأمم المتحدة لمناقشة الوضع الإنساني في اليمن. الاجتماع وفقا للإعلام السعودي تناول الجهود السعودية التي أدت إلى تعافي سعر العملة مؤخرا والمنحة النفطية السعودية للوقود. وعلى هامش التعافي في سعر العملة الوطنية، قال محافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام الذي يزور الرياض لعقد اجتماعات مع الأمم المتحدة إن التحسن في سعر الصرف للريال اليمني مستقر ومستدام وسيستمر بالتحسن نتيجة لإجراءات البنك المركزي وسيطرته على الدورة النقدية. زمام كشف عن ودائع بقيمة 3 مليارات دولار لكنه لم يحدد تفاصيلها ولا مصادرها بعد، مضيفاً أن كل العملة المطبوعة تذهب إلى الاحتياطي النقدي للبنك المركزي.
لكنه اشترط على الحكومة لمواصلة التحسن والتعافي إنجاز الموازنة العامة للدولة لعام 2019. وتأكيداً على استقرار سعر العملة العادل، شدد زمام على أنه تم الاتفاق على النظر في تحويل جميع المبالغ عن طريق الأمم المتحدة والدول الأخرى عبر البنك المركزي لتعزيز احتياطات البنك المركزي التي تعود بالنفع على الريال اليمني. تصريحات زمام هي الثانية خلال أيام قليلة على ثبات واستقرار التحسن في العملة اليمنية عند 450 ريال أمام الدولار و120 ريال أمام السعودي. وفي التصريحين حذر المحافظ من الشائعات والمضاربة بالعملة. نختتم بالعناوين. المبعوث الأممي إلى اليمن يصل صنعاء لمرافقة وفد الحوثيين إلى السويد للمشاركة في المشاورات. الشرعية والتحالف يوافقان على نقل جرح الحوثيين إلى مسقط، والسعودية تؤكد رفضها استغلال الوضع الإنساني في اليمن لأغراض سياسية أو عسكرية. الجيش يصد أكبر محاولة تسلل للميليشيا في الملاجم بالبيضاء، ويستكمل السيطرة على جبل الإزهور برازح صعدة. في الختام دمتم ودام اليمن بألف خير. إلى اللقاء. إلى اللقاء.